تعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل أشخاص قد تعرفهم، قم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات البريد الإلكتروني، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط سوف نقوم بالضغط هنا على الأشخاص قد تعرفهم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل أشخاص قد تعرفهم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.